فالآن مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع مصطفى ميزار، إليك مصطفى. شكرا جزيلا هبة حسين وشكرا إيمان منصور. أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. بحث وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مع المدير التنفيذي لإحدى الشركات السعودية خطط الشركة بعد الموافقة على دخولها للسوق المصري وتقديم خدماتها المتخصصة في تموين الطائرات بالوقود، بالإضافة إلى تجارة زيوت التشحيم في ظل رغبتها القوية في ضخ استثمارات في هذا المجال في مصر، بداية من مطار القاهرة الدولي ومن ثم باقي المطارات المصرية. خلال اللقاء أكد الملا على أن الشركة السعودية تمتلك خبرات كبيرة في مجال وقود الطائرات وزيوت التشحيم، تمتد هذه الخبرة لأكثر من 70 عاما، مرحبا برغبة الشركة الأكيدة في الاستثمار بالسوق المصرية في هذا المجال، بالإضافة إلى استعدادها لتقديم خبراتها سواء في مجال تموين الطائرات أو في مجالات التحول الرقمي وخفض الانبعاثات وغيرها. في أسواق المعاد نفيسة، استقرت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1663.62 دولار للأوقية. أما محليا فسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 1033 جنيه، بالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 1205 جنيهات، أما بالنسبة لعيار 24 فقد وصلت قيمته إلى 1378 جنيه، وبناء عليه وصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 9640 جنيه. في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط بعد أن كثفت المدن الصينية من قيودها للتصدي لفيروس كورونا في تدابير عاجلة لوقف تفشي الفيروس، وقد انخفض خام برنت بنسبة 0.12% ليصل إلى 96.45 دولار للبرميل. هذا وقد تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 0.16% ليصل إلى 88.43 دولار للبرميل. ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.24% لتصل إلى 3.71 دولار للتر، وذلك في المقابل فقد تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.27% لتسجل 5.62 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. مدد مصرف لبنان المركزي قراره الصادر في العام الماضي الذي يسمح للعملاء بالحصول على الدولارات التي ستشتريها البنوك التجارية من منصة صيرفة حتى 30 نوفمبر القادم. كان من المقرر أن ينتهي العمل بالقرار في 31 أكتوبر الماضي، وتراجع سعر الصرف في السوق غير الرسمية بشكل ملحوظ مسجلا 35,000 ليرة للدولار الواحد في أكبر تراجع للدولار منذ عدة شهور. تراجعت الأسهم الأوروبية متأثرة بضعف أسعار السلع الأولية وتباين أرباح الشركات في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون مسار تجديد السياسة النقدية وسط تباطؤ في النمو الاقتصادي. هذا وانخفض المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 0.9%، وقادت شركات التعدين الخسائر مع تراجع أسعار السلع الأولية وسط مخاوف بشأن توسيع قيود كورونا في الصين. تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا في أوروبا أيضا بنسبة 2.1%، حيث يبدو مسلسل النتائج المخيبة للأمال لنظيراتها في وول ستريت مستمرة. في اليابان، انخفض الين وتمسك البنك مع المركزي بسياسات التيسير النقدي، بينما حاول الدولار التعافي من خسائر مني بها في مطلع الأسبوع على خلفية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيلمح إلى تباطؤ وتيرته في رفع أسعار الفائدة. ارتفع الدولار بنسبة 0.8% مقابل الين إلى 147.43 ين، بعدما أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل الثابتة دون تغيير عند 1.1% وتعهده بأن يظل عائد السندات لأجل 10 سنوات عند 0%.
وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. نعود لاستكمال ما تبقى مع هبة وإيمان. شكرا جزيلا لك مصطفى.